إجراء خطير وهام مصري ضد مجلس الأمن بسبب سد النهضة وضربة كبرى من الداخلية المصرية تزلزل الصعيد. بننشر لحضراتكم التفاصيل أيضا في الفيديو. وعاجل السودان ستنفذ خياراتها بشأن سد النهضة بعد رؤية نتائج اجتماع مجلس الأمن. وبسبب سد النهضة بيان سوداني يكشف الحرب القذرة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان إن شاء الله تجيلكم أهم الأخبار أول بأول، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 1000 تعليق بكتب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. وضربة كبرى من الداخلية المصرية تزلزل الصعيد. وقتل مجرم شديد الخطورة ملقب بخط الصعيد خلال اشتباك مسلح مع أجهزة الأمن المصرية في محافظة قنا جنوب مصر. والمتهم هارب من حكمين بالإعدام وثلاث أحكام بالمؤبد في قضايا قتل وسرقة بالإكراه ومقاومة سلطات. وبعد المعركة عثر بجوار الجثة على بندقية آلية وثمانية مخازن وعدد من الطلقات. وتبين أنه مقيم بشقة مستأجرة بنجع حمادي بقنا. في التفاصيل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا وجود أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا. والسابق اتهامه في 6 قضايا ما بين سرقة بالإكراه، قتل ومقاومة سلطات، ومحكوم عليه فيها بالسجن والسجن المؤبد والإعدام مختبئا بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي. وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعة من قطاع الأمن المركزي. ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها. على الفور بادلته قوات بالمثل وتم السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مسرح العنصر الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. مصدر RT ووزارة الداخلية المصرية صفحة رسمية على فيسبوك. ننتقل مع بعض للخبر آخر. وإجراء هام مصري ضد مجلس الأمن بسبب سد النهضة. دعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي، معتبرا إن مصر عرضت موقفها بكل قوة أمام العالم. قال إدريس خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد إن إثيوبيا كانت تمانع من أن يذهب ملف سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن. أضاف أن هناك دول لم تمتلك حق الفيتو وكانت ترفض كذلك هذه المبادرة، معبرة أنه ليس من اختصاص المجلس النظر في مثل هذه القضايا. إدريس أشار أن العالم ممتلئ بالقضايا التي تهدد الأمن والسلم ويجب أن يقوم مجلس الأمن بدوره، معتبرا أن مصر عرضت أمام العالم قضية السد الإثيوبي بكل قوة وحملت مجلس الأمن كل المسؤولية. ولفت إلى أن مصر وضعت مجلس الأمن أمام مسؤولياته بشأن أزمة السد الإثيوبي وعرضت كل شيء أمام العالم وخاضت تحركات دبلوماسية مكثفة لطرح القضية أمام مجلس الأمن. أوضح أن تونس تباشر سريان مشروع القرار المقدم من مصر والسودان في مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي، وأن مشروع القرار هو وسيلة وإنما الدفاع عن حقوق مصر والسودان. وتابع تعليقا على عدم صدور أي قرار إدانة بشأن الملء الثاني للسد، كل الدول تتحسس موقفها وفي حالة صدور قرار سينتظر التنفيذ. أعضاء المجلس لا يريدون أن يتخذوا موقفا بشأن السد يحسب عليهم بعد ذلك. وتابع أن في تحركات واتصالات كبيرة بتتم من مصر بشأن القرار المقدم من تونس بشأن سد النهضة وبشأن تعنت إثيوبيا في التوصل لاتفاق. مصدر معانا كان من صدى البلد المصري، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل لخبر آخر معانا. وعاجل السودان ستنفذ خياراتها بشأن سد النهضة بعد رؤية نتائج اجتماع مجلس الأمن.
قال عمر الفاروق كامل المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة إن لدى السودان خياراتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعامل مع قضية سد النهضة، وأضاف في حوار مع قناة سودانية 24 أنه في حال أصرت إثيوبيا على الإجراءات الأحادية فإن السودان سيبدأ في تنفيذ تلك الخيارات بعدما نرى نتائج مجلس الأمن التي عقدت يوم الخميس الماضي. وحذر كامل من أن إثيوبيا قد تفقد علاقاتها المتميزة مع السودان إذا ما استمر في اتخاذ الإجراءات الأحادية، عبر عن استنكاره لعدم تزويد السودان بمعلومات تفصيلية وبيانات يومية من الجانب الإثيوبي عن حجم ومناسيب المياه المتدفقة، حيث أن هذه المعلومات ضرورية لسلامة السدود السودانية. وتابع قائلا إن سد الروسيرس سعته 7 مليار متر مكعب وسد النهضة 74 مليار، وإذا لم تكن لدينا معلومات يومية عن حجم التدفقات فلن نستطيع تشغيل سد الروسيرس، لأن مناسيب المياه إذا ارتفعت ستحدث مشكلة وإذا انخفضت ستحدث مشكلة، ولن نستطيع تشغيل توربينات إنتاج الكهرباء. المصدر معانا كان من سودانية 24 والشروق المصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبسبب سد النهضة بيان سوداني يكشف الحرب القذرة. كشف السفير عمر الفاروق كامل المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة أن السودان مطمئن تماما لمستوى التنسيق مع مصر في هذا الأمر. أكد أن السودان الآن يواجه خطرا داهما ووشيكا بخصوص ملء سد النهضة بدون اتفاق. لفت أن السودان يتفق مع مصر في ضرورة الوصول لاتفاق قانوني وملزم، وأن السودان له انشغالاته ومصر لها انشغالاتها، وقال أنه هو بيتطلع لأن يكون الجانب الإثيوبي قريبا للمفاوضات عشان نوصل لتوافق وتنسيق عام لتجنيب المنطقة الأزمات والتوتر وعدم الاستقرار. أشار إلى أنه تم الاتفاق على 90% من المسائل الفنية والباقي مسائل سياسية. أضاف إثيوبيا تفتقد إلى الرغبة السياسية في الوصول لاتفاق نهائي في هذا الموضوع. إثيوبيا لديها أغراضها الداخلية واستراتيجياتها الداخلية التي تمنعها ربما من الوصول إلى هذه الاتفاقية. أكد أن السودان لديه الكثير من الخيارات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لكن ليس الإعلام مجالا لطرحها وسيعلن عنها في حينها. وتابع هناك لجان عملت على وضع هذه الخيارات وانتهت من وضعها وهي جاهزة وسيعلن عنها في حينها. أضاف الآن هناك مشاورات في مجلس الأمن بخصوص مشروع القرار التونسي، وسنبدأ في تنفيذ خياراتنا بعد أن نرى ماذا ستكون نتائج اجتماع مجلس الأمن. هل سيصدر قرارا أو بيانا رئيسيا؟ وهل النتائج تلبي مطالبنا أم لا؟ وذكر أن المواقف الأحادية الإثيوبية تمثل تهورا تجاه علاقتها مع السودان ومصر. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. يعني أتمنى أن إثيوبيا يعني تتراجع عن موقفها عشان منظرها ما يبقاش وحش قدام الدول الإفريقية. هذه وجهة نظري، وأترك لحضراتكم يعني التعليق على هذا الخبر وبقرأ تعليقات حضراتكم. احنا انتهينا من نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.